أن تعرف يصحح خطأه بخطأ من رونالدو ويسجل رونالدو يقول لا ويسجل الهدف الأول للريال والحكم لا يقدر أن يقول شيئا هذه المرة. كريستيانو رونالدو يفتح مجال التسجيل للريال أول أهدافه. تحية حارة من رفقائه لأنه يعرفوا الفترة اللي مر بها كريستيانو رونالدو صعبة جدا في الأيام القليلة الماضية بسبب مستواه المتواضع والجماهير التي لم ترضى في نفس الزاوية. كريستيانو رونالدو أمام إيكير أمام الحارس كارلوس إدريس كاميني يفتح مجال التسجيل لصالح الريال عند الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.